صراحة أنا كنت جاية يعني متفقة مع مو مانجر بكل في كل شيء وذاك الشيء اللي لقيت كامل هو اللي كان اللي توعت به لقيته صراحة استقبل كان زوين لقيت كل شيء هو هذاك باش نقدر زعما نهضر على لي ديتاي ديال الحفل اشنو وقع مع الفنانة اشنو وقع بالضبط ما عرفاش صراحة حتى شي مشكل مع أنا شخصيا ما عندي حتى شي مشكل حتى شي مع حتى شي واحد من المنظمين صراحة انا الناس على على ودي للحفل يعني الناس اللي كانت كتسناني لقاتني واخا يعني مني ما ما تلغى الحفل وداكشي قالوا لي يعني الناس عرضوا علي الناس المنظمين من واحد البلاصه اخرى اجا اكرام بدلي الجو وهذه هذه مي انا فضلت انني نبقى في الاوتيل فين كنت فين كان غادي يكون الحفل على حسب لي فانز ديالي الناس اللي جات على قبلي لقاتني كنسينها وهذه هذه الحاجه هذه هو الاهم عندي ما عارفش يمكن لان الناس كتشوف فيا وحده منهم يعني ما كايناش ما كايناش يعني ما كنكلفش راسي ولا كنمثل شي حاجه ما باش نعجب الناس يعني انا كنمثل شخصيتي كيف ما انا يعني اللي يبغيك راه يبغيك كيف ما انت آه والتعليقات السلبيه كثار هاد الايام اختي ما عرفتش علاش ولا كثار ما عرفتش يعني النقد كاين دائما دائما ما يمكنش خاصك تقبلي مادام فتحتي حياتك ومادام يعني كتبارطاجي حياتك فهذا النقد طبيعة الحال في انواع كاين اللي كينتقدك واحد النقد بناء وكاين اللي تيجي كيبغي يستفزك كيبغي يسبك بكلام اللي ماشي في المستوى فمن طبيعة الحال تيقول لك المثل اذا لم تستطع رفع احد الى مستواك فما تخليش ينزلك المستوى ديالو فهذه هي القاعده باش يمشي الواحد في يوتيوب عرفتش كيفاش نقول لك انا بالنسبه ليا كنعرف بان تتبعني جميع الفئات وبالخصوص الامهات واللي كيشرفني بزاف واللي شفت بصراحه شي حاجه اللي فرحتني بزاف هي ان امهات في العمر ديال الام ديالي جاوا عندي كيقلبوا عليا عرفوني في ذاك الوقت فين كنت عرفتي صراحه واحد الحاجه لي كتفرحني بالزاف بالزاف. اللي كتفرحني بزاف بزاف الظاهره اللي ولات ان تيبان يوتيوب فلوس فلوس يوتيوب وهذا هو الغلط وكنت درت واحد الفيديو في القناه ديالي ووضحت في هذا الامر مزيان راه لا دخلنا لواحد الميدان فقط على اجل الربح راه ما تنقدروش نبدعوا فيه ونعطيو فيه وكل شيء انا راه دخلت لمده ديال 6 شهور ما كنتش عارفه اصلا واش يوتيوب فيه الارباح كنت تنشارك حتى تلقيت بان راه كاين واحد الادسنس وكاين هادي ما كنتش عارفه دخلت عن هوايه عن حب دخلت باش تنقلب على شي حاجه في واحد الفراغ فيا هي انني يعني ما كنهضرش مزوجة أجنبي ما عنديش أصدقاء عرب ما عندي صحابات مغربيات ما عنديش فبحال حسيت براسي كنعاود ننتمي لبلادي الأسئلة اللي تيقول فيها بخيل هي أنهم مثلا تيقول لي أه، تيقارنوا تقارنوا هذا هو المشكل انا ما كنقارنش راسي بحال يقولوا كاع اليوتيوبرز بدلو دار ديورهم تالك اكرام هذيك الدار حالتها يعني هذا الشيء انا ملي تكون عجباني شي حاجه أنا شغليش انا في البشر عاجبني الدار انا عايشه فيها تتعجبني شي حاجه ممكنش نعرضي داري بلوكو ديال شي واحد اخر انا اللي كنعيش تما هذا الشيء هذا هو الانتقاد اللي تيجي على البخل مي البخل فشي حاجه اخرى ما كنظنش انني باقي كيشوفوني كيشوفوني يعني كيفاش عايشه انا في شكلي وداك وداكشي متسامحه بتاتا مع نفسي يعني ما عنديش عقد نفسيه من وجهي ولا من شكلي من رجلي من يدي ماشي هذا النوع انا باتات يعني ولكن واحد الحاجه اللي كديرونجيني في راسي هي بعض المرات عندي مشكل ديال ان بالنسبه لي اي حاجه كنديرها كنبغي نتقنها في داري الا بغيت نشقى الا بغيت نطيب عزه لا بيرفيسيون في كل شيء وشي مره كتمرضني هاد الحاجه منين تيولي بحال الوسواس فهمتي بحال كيجي عندك شوية شي واحد ما كيبغيش حاجه خاصك ديرها بيدك خاصك توقفي عليها برجلك هادو هما الحوايج اللي شي مره كيخلقوا ليا مشكل انني ما كنخليش ما كنعطيش للآخر فرصه فين يعاونني وانا اللي من بعد كنحس براسي عييت عييت بزاف عليا الاولاد المدرسه اليوتيوب مونتاج الدار الشقاط الطياب خدمه مع راجلي بعض المرات سير شي كيضر ليا الدار صح ما كنشوفوش انه مجال صعب ولا زي ما كنشوف راسي نقدر نلعب ادوار نقدر بزاف ديال الحوايج مي ما كيعجبليش نطفل على شي حاجه اللي ما عنديش فيها واحد لاباز نقدر نقول لك ندير واحد الفورماسيون نعرف شنو هما القواعد في شي اكاديمي في المانيا ولا هادي وديك الساعه كانت شي حاجه ديال التمثيل اللي تقدر ماشي اي دور من طبيعه الحال شي حاجه اللي تكون قريبه لشخصيتي اللي نقدر نلعبها باتقان فعلاش لا شفختي يعني انا الجراه في فيديوهاتي كاملين تفرجتي فيهم كلهم ما كاينش فيديو مقل للحياه ولا ولا شي أم حقاش حنايا مجتمع عربي واسلامي ومغاربه وكل شيء لدرجه ان من كنجي مع راجلي دي المغرب ديك ان مثلا يعطيك واحد القبله قدام والديك وداك الشيء حنا بنات الشعب ما تعودناش على هادشي يعني هادشي انا حد حتى من الفيديوهات ديالي حقاش كيتفرجوا فيا بنات وولاد وكلشي شيء داك الشيء مقل للحياه ما عمرني نوصل ليه ديك المقلب ديال الحياه فكان فيه الضحك حنا غير ضاحكين ملي شفتي فيديوهاتي كامل ما عمرني ما درت شي حاجه اللي تخلي الناس انها تقلل الاحترام عليا <applause> اي وحده بغات تدخل اليوتيوب تركز على شي حاجه اللي تقدر تعطي فيها تقدر بغيت نبين للناس انه صعب لحقاش اليوتيوب كيبان سهل ملي تحط الفيديو اللي كتاخذ يأخذ لك بزاف ديال راه كياخذ الوقت يوتيوب لا بغيتي تبدعي فيه يأخذ الوقت المونتاج ديال الفيديو كي ياخذ الوقت التصوير كياخذ الوقت الفكره بالنسبه للناس اللي كتبريباري راسها قبل ما تهضر ممكن ياخذ منها الوقت انا هذه ما عنديش فيها مشكل قاش كنهضر سبونطاني مع الكاميرا ما عنديش مشكل ولا مع راسي باش نتكلم مي يركزوا على شي حاجه اللي تتعجبهم وما يبقاوش غير يديروا فيديو باش يديروا فيديو في بحال هاد الحوايج نقدر نعطي نصائح ويركزوا اشنو هما الرسائل اللي كيوجهوا في الفيديو ديالهم يعني نحاولوا نكونوا حنا كيف ما حنا ما واحد ما نقلدوا حتى شي واحد كوني انت كما انت اينما كنت باش تقدري تعطي في اي مجال في مكان متابعين قناة 360 كان وجه واحد تحية كبيرة وتحية كبيرة الغزالاتي وسعيدة بزاف بلقائي مع الصحفية دريفة الزوينة غانية شكرا اختي صراحة استمتعت معكم بهذا اللقاء وشكرا لكم واحد بوسة كبيرة وانا استمتع باجمل لحظات في بلادي قبل ما ارجع ان شاء الله مع السلامه